ما الذي يجوز الخاطب في فترة الخطوبة؟ أقول وبالله التوفيق، المخطوبة امرأة أجنبية، ما زالت المخطوبة امرأة أجنبية، بارك الله فيك، تراها فقط أثناء الخطوبة، بارك الله فيك ووفقك الله. إذا كلمتها كما تكلم أي امرأة أجنبية فلك ذلك بالضوابط الشرعية، كما قال تعالى: ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا.